اليونيكورن بطل الحكايات وحلم الصغار وحتى الكبار. بس ليش الكبار؟ خليني أخبركم. شركات اليونيكورن هي شركات تتجاوز قيمتها المليار دولار أمريكي. تمت صياغة هذا المصطلح لأول مرة بالعام 2013 من قبل خبيرة التمويل الأمريكية آيلين لي، واللي اختارت هذا المخلوق الأسطوري بالتحديد لتمثيل ندرة هاي الأعمال الناجحة. أول شركات حصلت على هذا اللقب كانت جوجل وفيسبوك، لكن اليوم عدد شركات اليونيكورن حول العالم بيتجاوز 1200 شركة، جميعها حققت أرباح هائلة بفترة زمنية قصيرة نسبياً، ومعظمها بيختص بالصناعات المتطورة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والنقل. كيف حققت شركات اليونيكورن هاي التقييمات الفلكية؟ في عدة عوامل: وجود رؤية واضحة للعمل واختيار سوق كبير في مجال للنمو والحصول على فريق قوي وموهوب ووجود نموذج عمل فريد ومبتكر، وأخيرا التفكير خارج الصندوق. ومن مزايا هاي الشركات أنها بتقدر تجمع مبالغ كبيرة من رأس المال وتجذب انتباه وسائل الإعلام وتستقطب أفضل المواهب. أما السلبيات فهو الضغط الشديد للحفاظ على هذا التقييم المرتفع للغاية. ومؤخرا تم الإعلان عن قائمة شركات اليونيكورن للعام 2024، ويلي ضمت أيضا شركات الديكاكورن يلي بتزيد قيمتها عن 10 مليار دولار أمريكي، وشركات الهيكتوكورن يلي بتزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي. وتصدرت القائمة شركة الوسائط الاجتماعية الصينية العملاقة بايت دانس بقيمة بلغت 225 مليار دولار أمريكي. أما بالمرتبة الثانية فحلت شركة سبيس إكس بقيمة 150 مليار دولار أمريكي. أما بالمرتبة الثالثة فحلت شركة أوبن إي آي بقيمة وصلت ل 80 مليار دولار أمريكي. بالمرتبة الرابعة شركة شي إن بقيمة وصلت ل 66 مليار دولار أمريكي. طيب هاي الشركات وين موجودة؟ بالمرتبة الأولى أمريكا يلي بتضم 662 شركة، وبالمرتبة الثانية الصين ب 169 شركة، وبعد الهند 74 شركة. وطبعاً في حصة بالقائمة للشرق الأوسط مثل شركات كريم وسويفل وإس تي سي باي وفوري وشركة إي إم بي جي العقارية. وبالنهاية أكيد المال لوحده ما بيكفي لتصير الشركة الناشئة يونيكورن، فأنت بحاجة لرؤية واضحة وأفكار مميزة ودراسة سوق العمل بشكل صحيح.